أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، مساء بطعم الفوز وليلة بلون الذهب، فهو يوم اكتملت فيه الحروف وكونت من خلاله كلمة الوصل بلونه الشهير واسمه ذو المعنى العريق. بلونه الذهبي الشهير وباسمه العريق، يبقى الوصل واحدا من رموز الكرة والرياضة في الإمارات. فبين كل تضاريس الإمارات وسهولها وبحرها العميق، ظهر الوصل كجبل شامخ يضرب ساسه في أرض ثابتة الأوتاد. فعندما تريد البحث عن الأصالة والعراقة فاقصد أرض زعبيل وسترى ذلك بأم عين. فالوصل ناد ولد في بداية منتصف الستينات وأصبح اليوم قصة مجد لا يمكن تجاهلها. كثرت ألقابه بين إمبراطور وفهود وبرازيل الإمارات، ولكن لحقيقة ومعنى اسمه الأصلي وقع أكثر من كل الألقاب، فهي قلعة منحت الخليج أسماء ونجوم لا زالوا في سماء الذاكرة، وبقيت صورهم واضحة المعالم حتى وإن ذهبت إلى أدراج الماضي وملفات الأرشيف. فمن يدرك التاريخ يعرف أن كلمة المجد ولدت من رحم هذا النادي، وأن حقيقة الذهب استخرجت من أرض هذه القلعة التي بقيت بين روح السابقين وتحدي المعاصرين. فهو لمن لا يعرف التاريخ يعتبر الفريق الإماراتي الذي لم يغب عن بطولة الدوري منذ تأسيسها، وهو يحمل لقب أكثر الفرق فوزا في لقاءات متتالية وبلغت 12 مباراة في الثمانينات، ولا زال يحوز في سطور التاريخ على مجد البقاء بدون خسارة طيلة 26 مباراة متتابعة في موسمين متتاليين، وبقي كما يقول المؤرخون بين الفوز باللقب واحتلال مركز الوصافة ل11 موسما متتاليا. وعلى مستوى البطولات أحرز الوصل بلونه المستوحى من خيوط الشمس 7 بطولات دوري وبطولتي كأس، كان آخرها موسم 2006-2007. إذن فالأصفر ليس مجرد ناد يريد منتسبوه لعب الكرة وممارسة النشاط الرياضي، بل هو مدرسة خصصت لصناعة النجوم وتصدير الذهب واحتضان الكؤوس. إنه مدرسة على البعض النهل من مبادئها والوقوف في طابور الانتظار للاستفادة من حكاياتها. فالوصل أسطورة لا زالت حية حتى وإن رحل الباقون، والوصل سنين من المجد وعقود من الانتصارات وأيام لم تغب عنها شمس الحياة. أهلا بكم إذن مشاهدينا الكرام في جيم أوفر.